الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أولياء الله محمد وآله الطاهرين عليهم الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المؤمنون، عندما تريدون أن تمارسوا العبادات لا تستطيعون ممارستها بدقة وإتقان إلا عندما تتبعون الخبراء. أنتم في الدنيا عندما تريدون أن تبنوا لنفسكم بيوتا تستعينون بالمهندسين، عندما تريدون أن تصلحوا وتعدلوا انحرافا في أمزجتكم ترجعون إلى الخبراء إلى الأطباء، عندما تريدون أن تقتنوا لنفسكم كساء ترجعون إلى الخبراء وهم الخبراء بالنسيج مثلا، وهكذا. كما أن وعيكم لا يسع أمور دنياكم، كذلك وعيكم لا يسع أمور أرواحكم وأخراكم، فلذلك أنتم بحاجة إلى الصادقين الذين لهم خبراء في الأرواح، خبراء في الآخرة، يعينونكم على حوائجكم المعنوية، كما أن الخبراء في الدنيا يعينونكم على حوائجكم المادية. هكذا يلزم أن تتقوا وتمارسوا واجباتكم وفرائضكم ولكن مع الصادقين. فإذا أردتم أن تستغنوا عن الصادقين فإنكم ستضلون الطريق. كل من يريد أن يمشي في درب من دروب دنياه بدون أن يستعين بالخبير في ذلك الشيء فإنه معرض للضلال وللتيه. كذلك أي إنسان يريد أن يطوي دربا من دروب الآخرة بدون الاستعانة بخبير فإن هذا الإنسان معرض للضلال، معرض للخطأ، معرض للتيه. فيلزم على المؤمنين الذين يريدون أن يتكاملوا روحيا ونفسيا أن يستعينوا بالصادقين وهم الأنبياء والأئمة الطاهرون الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وعلمهم ما لم يعلمنا وأعطاهم من الفضائل والمعارف بالنسبة إلى الآخرة كما بالنسبة إلى الدنيا فوق ما نستطيع نحن أن نحلق وأن نصل إلى تلك المستويات. هؤلاء الخبراء علينا أن نتبعهم شئنا أو أبينا، لأننا في حاجة إلى سلوك دروب لا نعرف عنها شيء، لأننا نريد أن نضرب في الظلمات، ومن يريد السير في الظلمات بلا نور فإنه لا شك معرض للضلال، معرض للخطأ. لذلك علينا أن نسير على ضوئهم مهما كانت رغباتنا وتراثاتنا ومهما كانت أفكارنا، نحن بدونهم سنضل الطريق ولا شك. إنهم الخبراء والأدلاء على الله الذين بدونهم لا يمكن الوصول إلى رضوان الله وإلى معرفة الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بدونهم ستكون أعمالكم فاسدة، بدونهم ستكون أعمالكم منحرفة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يقربنا إليه وأن يجنبنا عن كل ما يبعدنا عنه. اللهم صل على محمد وآل محمد وتكرم على فقرائنا بالغنى والثروة وعلى شبابنا بالهدى والصلاح وعلى نسائنا بالعفة والسداد. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك لنا في أعمالنا وتقبلها بقبول حسن إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآل محمد.